قال رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي اللواء ركن أحمد سعيد بن بريك في حفل الذكرى الخامسة لإعلان عدن التاريخي وتأسيس المجلس الانتقالي أن على مجلس القيادة الرئاسية العمل على تنفيذ بنود مشاورات الرياض وفي مقدمتها خروج القوات اليمنية وتوجيهها لتحرير صنعاء. في ذكرى إعلان عدن التاريخي الخامسة وتأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رسائل كثيرة وجهها رئيس الجمعية الوطنية اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك في كلمته بهذه المناسبة. إنجازات كثيرة تحققت منذ إعلان عدن التاريخي، وستحصد بثبات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوة وصلابة قوات النخب والدعم والإسناد والأحزمة والمقاومة الجنوبية، خصوصا أن الجنوب عانى الأمرين من الحروب ومن العقاب الجماعي والعداء للمجلس، وأن هناك أصوات كانت ولا زالت تبث سمومها ضد المواقف الوطنية للمجلس الذي يحمل رسالة كبيرة وصادقة. أتعرج تجاه الأفواه التي ظلت ولا زالت تنفخ في سمومها من أجل تشويه كل المواقف التي وقفها المجلس الانتقالي، وأقول لكم لأننا نحمل رسالة كبيرة يقودها عيدروس قاسم الزبيدي من أجل وصول سفينة الجنوب إلى بر الأمان. تشكيل مجلس القيادة الرئاسي شكل منعطفا جديدا للبلاد، وأمامه مسؤولية كبيرة لتخفيف ورفع معاناة الشعب وإعادة بناء مؤسسات الدولة أبرزها العسكرية والأمنية لتقوم بمهامها، خاصة في مكافحة الإرهاب. على الشرعية الجديدة التي جاءت بها مشاورات الرياض أن تكون في مستوى مسؤوليتها لتنفيذ بنداً ما خرجنا منه من اتفاق الرياض، ألا وهو على رأس هذه القائمة انسحاب القوات التابعة للجمهورية العربية اليمنية، وسنكون نحن سنداً لها في تحرير مناطق الشمال. تعود الذكرى الخامسة لإعلان عدن التاريخي، وقد وضع المجلس الانتقالي الجنوبي بصمة له في المحافل العربية والدولية، وأصبح شريكا في السلطة بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وجعل قضية الجنوب متصدرة لملف المشاورات اليمنية، ووصل بها خطوة جديدة نحو استعادة الدولة.